السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. صوتي واضح للجميع؟ وعليكم السلام. يس دكتور واضح. طيب اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الموضوع اللي كنا مبلشين فيه، إنه محاضرتين حكينا عن الكومن كولد، ومبارح ذكرنا الفارماكولوجيكال ايجنتس ذات كود بي يوزد فور تريتمنت اوف كومن كولد، وحكينا الإفيدنس على كل واحد فيهم ودور كل واحد من الميديكيشنز. ذكرنا الانتيستامين والديكونجستنس، وحكينا عن السيستميك انالجيسكس لما بتشمل الانسيدز والباراسيتامول، وحكينا كمان بنهاية المحاضرة عن السبلمنتس زي الفيتامين سي والزنك، ولاحظتوا انه يعني في عنا كونفليكت اوف ايفيدنس بيتعلق بالزنك، بالاضافة لموضوع السيفتي انه ممكن يؤدي ل loss of يعني السمل، بالتالي بصير الواحد يعني عنده فقدان دائم لحاسة الشم، بالإضافة أنه حتى لو ما كان فقدان دائم ممكن يكون عندنا يعني ضعف بحاسة الشم عند الأشخاص اللي بياخذوا الزنك. بعدين حكينا عن الفيتامين سي، ناقشنا من ناحيتين، ناحية أنه هل ممكن يفيد كتريتمنت، حكينا لا بقلل الديوريشن ولا سيفيريتي اوف سيمتومز. بعدين حكينا طب بريفنشن، لو انا بلشت اخذه قبل فصل الشتاء ممكن يفيد، حكينا انه ممكن يفيد بظروف غير عاديه، يعني ناس بيمارسوا رياضات جدا صعبه اللي هم زي اللي بيركضوا بالماراثون، اللي بتزلجوا، اللي سكايرز، اللي الناس اللي مثلا الجنود اللي بيداوموا فيه او اللي بيشتغلوا في اماكن بارده جدا زي ما حكيت لكم في القطبين. فحكينا هون ممكن فعليا يستفيدوا هنا الاشخاص لو اخذوا فيتامين سي بدوزز محددة، كانت اتليست اي ثينك 200 ملي جرام. كل هالمعلومات ذكرناها امبارح بالتفصيل. توقفنا امبارح عند نبتة الإكينيشيا، نفس الاشياء اللي راح نحكي عنها، هل في ايفيدنس على انها ممكن تكون مفيدة بانها تساعد في تقليل الاعراض او لا. هلا بحكي لي انه طبعا في منها ديفرنت يعني انواع مختلفة او سبيشيز، خلينا نحكي في الإكينيشيا بيربوريا، في عنا يعني في عليها دراسات، لكن ثبت من خلال الدراسات انه ما في عندنا اني ديفرنس ان ريتس اوف انفكشن اور سيفيريتي اوف ايلنس لما قارنوها مع البلاسيبو. هلا بضل في عندنا مشكله كبيره جدا بالهيربال سبلمنت، حطوها دائما في بالكم، حتى لو الهيربال سبلمنت بطريقه يعني بسيطه جدا كان له تاثير على اي ديزيز، مش بس الكومن كولد، اي ديزيز، دائما بتواجهنا مشكله الستاندردايزيشن بالبرودكت. احنا هاي النبتة بدنا نستخلصها من اشي معين، صح؟ بدنا ناخدها من الازهار، بدنا ناخدها من الستم، من الليف، من الباركس، من الروتس. هلا الدراسة اللي اثبتت بتكون عملت ستاندردايزيشن بطريقة معينة واكستراكشن بطريقة معينة، بتيجي الشركات الثانية بدها تعيد، يعني بدها تشتغل خلاص ما نطلع صيت هاي النبتة، بدها تشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت فيها مثلا الشركة الاولى. فللأسف ما بتكون عندي نفس طرق الاكستراكشن ولا حتى بتكون الكمية ستاندردايز، يعني واحد بيحط لي يعني 10% اكستراكت، الثاني بيحط 20% اكستراكت، غيره بيحط 30% اكستراكت. طب مين الصح؟ يمكن ولا واحد فيهم يكون هو الصح. ففي عندنا مشكلة دائما بالستاندردايزيشن، ويعني في فاريشن كبير بالدوزز اللي بتكون موجودة داخل هاي البلانت اكستراكت. لذلك دائما حتى لما بيجوا يطلعوا على الدراسات بيكون في عندنا كونفليكت مرات، او بكثير من الاحيان بيكون في عندنا كونفليكت اوف ايفيدنس. طب ليه؟ هذول استخدموا extraction method معينة وهذولاك استخدموا extraction method معينة، فبتختلف كمية الactive ingredient اللي موجودة بكل واحد من هاي الextracts. ففي عندنا مشكلة، مش زي المديكيشنز. المديكيشنز بالنهاية احنا لو اخذنا انالابريل لمليون شركة مصنعة والشركات كلها كانت تحكي 5 ملي جرام داخل حبة الدواء، كلهم فيهم 5 ملي جرام، ما حدا بيكون حاط لي نص ملي جرام وحدا تاني بيكون حاط لي 10 ملي جرام وبعدين الادعاء او الكليم انه هي فيها 5 ملي جرام. هذا الحكي بالهيربال سبلمنتس للاسف مش موجود، لانه حكيت لكم يعني الريجوليشنز عليها، الشركات اصلا لما بتيجي تسجلها مش مطلوب منها تثبت لا افيكاسي ولا سيفتي. اوكي، برضه كمان درسوا نوع ثاني من الإكينيشيا، درسوها عشان البروفيلاكسس والتريتمنت اوف اكسبيريمنتال راينو فايرال انفكشن. ترى ديروا بالكم اذا بيكون الكولد ناتشورالي اوكيرينج ممكن يعطينا نتائج مختلفه عن لو كان اكسبيريمنتالي انديوست. لاحظتوا امبارح لما حكينا على الزنك كان في اختلاف بالنتائج ما بين لو كانوا الناس اصيبوا بشكل طبيعي بالكولد ما بين لو كان الكولد انديوست، يعني احنا اعطيناهم الفيروس اكسبيريمنتالي انديوست كومون كولد، في اختلاف. يبدو انه في اختلاف بردة فعل الجسم، ما بعرف كيف بيفسروها، بس الا في انه اختلاف. طبعا حتى هاي السبيشيز ما كان في عندي اختلاف لا بالريت اوف انفكشن ولا حتى بالسيفيريتي اوف سيمتومز بالنسبه لهاي النبته. اوكي، يعني انا حكيت لكم وجهه نظري انه الهيربال سبلمنتس دائما خلوها اخر خيار،
دائما خلوها آخر خيار ممكن إنه نلجأ له، هذا إذا كانت يعني فيها نوع من الفائدة، عدا عن المأمونية اللي ممكن تكون فيها شك. أوكي، ننتقل لاستخدام الأنتيبايوتكس. نعم، بس هاي النبتة مش معروف إنها بتزيد المناعة بشكل عام. أوكي، هلأ بتزيد المناعة، لكن هل هذا يترجم على أرض الواقع إنه الانفكشن سيفيريتي تكون أقل والديوريشن أقل؟ مش بالضرورة، صح؟ نفس الإشياء لفيتامين سي والزنك، ما كلها هاي أشياء بتزيد المناعة. هلأ بموضوع البار، بالبارة أنا كنت أناقشها معاهم، السبليمنتس أو خلينا نحكي المينرالز تحديداً والفيتامينز بتفيد إذا كان عندي ديفيشنسي، بس ما بتفيد إذا كان في عندي أنا كمية كافية منهم، يعني كبروفلاكسيس ما بتفيد. وبعدين هاي نقطة، النقطة الثانية كمان اللي كنت أناقشها مع الطلاب إنه الفيتامينز والمينرالز تعطي مفعول بروفلاكسيس إذا اتاخذت من مصادرها الطبيعية مش على شكل سبليمنت، هذا مثبت بالليتريتشر يعني مش من عندي الحكي، هذا مثبت علميا إنه أنا لو باخذ خضار وفواكه غنية بفيتامين سي وبالأذر فيتامينز اللي إلها علاقة بجهاز المناعة والمينرالز يعني أوكي بتفيد، بس إذا أخذتها سبليمنت ما بتفيد. فهي حطوها في بالكم، خلص أنا بركز على أكل يكون متوازن فيه تنوع فيه فاريشن، يركز على عدد كبير من العناصر الغذائية، ما أركز على شيء معين، هذا كلاته بيساعد أن يصير فيه عندي تعزيز لجهاز المناعة. طيب بالنسبة للأنتيبايوتيك يوز، حكينا مهم جدا نحكي للمريض أنه الأنتيبايوتيكس ما بتفيد، ما يستعجل المريض في أنه يطلب الأنتيبايوتيكس. إحنا بنحكي عن فيرال إنفكشن، أنتيبايوتيكس بتعالج بكتيريا الإنفكشن. المرات الصيادلة بصير يحكي طب ما لون الديسشارج تغير، عادي this is normal. تذكروا أنا حكيت لكم أن طبيعة الديسشارج في البداية بتكون thin، بتكون clear watery في البداية white، بعدين بصير purulent discharge، فإشي طبيعي من ضمن الديزيز يعني process أو نحكي مسار المرض أنه يصير عندي purulent discharge. هل معنى ذلك أنه في داعي أعطي antibiotics؟ actually no، ما في داعي نعطي antibiotic، لانه هو حكينا هذا فايرال انفكشن وهيك طبيعته، يعني هيك هو بيبدا ثن بعدين بتحول لثيك سكريشن. ومعظمكم جرب، يعني انا متاكد انه كلياتنا جربنا انه شفنا الكومن كولد كيف ببلش، بتكون بالبدايه سيلان بعدين بصير عندنا احتقان، والاحتقان عاده بيكون مصحوب بميوكس وبيكون هذا الميوكس عاده ثيك. طيب بالنسبه احنا هيك بنكون خلصنا معظم الايجنتس، خلينا نطلع على الإيفيدنس، الإيفيدنس على استخدام هاي الإيجنتس. حكيت لكم أنا بالنسبة لاستخدام الأنتيهستامين في عليها question mark، صح؟ حكينا إنه إحنا الباثوفيسيولوجي of common cold لا تتضمن الريليس of histamine، أنا اللي بصير عندي ريليس إله هو الكاينينز، فيمكن إحنا بنستفيد من الأنتيكولينيرجيك إفكت، يعني أنا بوظف السايد إفكت تبع هذا الميديكيشن عشان أخلص المريض من السنيزينج والنزل سكريشنز. فيعني الأفيدنس على استخدام الأنتيهستامينز ضعيف، على استخدام الأنتيتوسيفز كمان حكينا ضعيف، بالعكس حكينا American College of Chest Physician ACCB recommends against the use of antitussives لما الكف suppressants، حكينا بالعكس الكف خليها، الكف بتخلصني من الأشياء المش منيحة بالrespiratory tract، وبالعكس هي وسيلة حماية. إلا إذا اليوم إن شاء الله بحكي لكم بالنسبة للأطفال كان الكف يعني سيفير إناف إنه يأثر على النوم، على الأكل، على الشرب، على الدوام بالمدرسة، على النوم بالليل، نوم الأهل بالليل بنضل يكح الطفل فما حدا بيعرف ينام بالبيت من كحته، ممكن هاي اكسبشنال كيس. أوكي، خاصة بالأطفال كمان الأنتيتوسيفز في مشكلة بالسيفتي عليها، لسه كل أدوية الكومن كولد في مشكلة بالسيفتي عليها بالأطفال. نفس الشيء بالنسبة للإكسبكترنتس كمان، يعني أنا شخصيا بشجع إنه ما نستخدم هاي الميديكيشنز اللي ممكن يكون مفيد، وما سيستميك انالجيسكس انسيدز مفيده حتى لو ما في الام. بتذكر امبارح حكيت لكم ان انا تقليل للانفلاميشن اللي مصاحب للانفكشن بيقلل من الاعراض، فحتى لو المريض ما عنده هيدك ولا عنده فيفر ممكن لو اعطيه انسيد او باراستامول اخفف نوعا ما من الاعراض، وخاصة لما يكون في عندي سور ثروت أو مثلا في عنده مسل بين أو مثلا أرثرالجيا، وإن كنا حكينا أنه هي مش بروميننت في حالة الكومن كولد، دي أوضح في الإنفلونزا. الديكونجستنس مفيدة، يعني ما في مشكلة لو استخدمنا التوبيكال ديكونجستنس منيحة عشان تخلص المريض من النيزل كونجستشن. هلأ برجع وبأكد بفضل دائما أستخدم سينجل إنجريدينت يستهدف المور باذر سم أو الموست عفواً الموست باذر سم سيمتم للمريض. شو أكثر إشي مزعج المريض؟ السور ثروت بعطيه مسكن،
شو أكثر شيء مزعج المريض؟ الكونجستيون، بعطيه دي كونجستنت، يا سيستميك يا تبيكل، حسب إذا في أمراض بتتعارض مع السيستميك دي كونجستنت بروح على التبيكل، وحدد مدة الاستخدام بفترة لا تزيد عن 5 أيام. أوكي، نحكي شوي. طيب هلا في عندنا سبيشال بوبيليشنز، نحكي عن البريجننس بريست فيدينج وومن، ونحكي عن التشيلدرن. بالنسبة للبريجننس طبعا معظم الميديكيشنز الاو تي سي اللي هم بيكونوا اف دي اي ابروفد اور كومن كولد، معظمهم هم كاتيجوري بي او سي، وهذا بيطمن. هلا شيء مهم جدا انه انا ما استخدم اي برودكت بيكون مكتوب عليه اكسترا سترينث، لونج اكتنج او بلس، هاي يعني هاي الاشياء اللي بتكون فيها اكسترا اديتيفز ما في داعي نستخدمها للحوامل. هلا بالنسبه للسيستميك دي كونجستنس، دي ار نوت سيف فور بريجننت وومن، لانه ممكن يقللوا الفيتال بلد فلو، فسودو افيدرين فينيلفرين اورال ما بستخدمهم. طيب عندها احتقان ومتعبها، شو بدي اعطيها؟ بقدر اعطيها نيزل دي كونجستنت. اكثر واحد ممكن يكون امن في فتره الحمل هو الاوكسيميتازولين، لانه ما بصير له ابسوربشن، فبالتالي ما بخاف من السيستميك سايد افكتس تبعونه. فممكن في حاله الحمل اذا كانت تشكي من كونجستشن نستخدم لها تيبيكال دي كونجستنس، بس مش سيستميك. الدرج اوف تشويس بهاي الحاله هو الاوكسي ميتازولين. طيب هذا بالنسبه للبريجننت. بالنسبه للبريست فيدينج، بالنسبه للبريست فيدينج هلا كدي كونجستنت، سبحان الله لاحظوا سودو افيدرين هو البريفير دي كونجستنت في حاله اللاكتيشن، على العكس زايلوميتازولين should be avoided in nursing mothers. اوكي، فاذا بدي استخدم دي كونجستنت لام مرضع استخدم لها سودو افيدرين. الانترونيزال فينيلفرين هو يعتبر امن في حاله البريست فيدنج، واللي بنعتبرهم غير امنين النفازولين والزايلوميتازولين. اوكي، طبعا الدي كونجستنت ممكن تقلل الميلك برودكشن، فاحنا شو بنحكي لها؟ هلا شوفوا، انا بامكاني اخليها تاخذه مباشره بعد الارضاع، يعني ترضع ابنها وتاخذه مباشره، هاي النقطه، يعني عشان يعني ما يصير فيه له سكريشن بالبريست ميلك. شغله ثانيه كمان انه بنحكي لها يو شود مونيتور الميلك برودكشن، وتشرب كميه اكبر من السوائل، تشرب كميه اكبر من السوائل عشان ما يصير في عندها مشكله بالميلك برودكشن، واذا حست انه والله يقل انا بنصح انه تترك ما تكمل عليه. اوكي، طيب شو رايكم باستخدام الانسيدز ديورينج بريجننسي؟ دكتور they are unsafe، يعني بس الباراسيتامول بنقدر نستخدم. طيب متى بيكونوا يعني اكثر شيء not safe؟ اي فتره بالمراحل الاولى من الحمل، او يعني مثلا شهر 5 6 7 صح. هسه اخطر شيء بالثيرد ترايمستر، اخطر شيء بالثلاث الاخيره. السبب انتم بتعرفوا انه في عندنا الفتحات اللي بتكون بين chambers of the heart بسموها ductus arteriosus، صح؟ هاي بالفترة الأخيرة بالثيرد ترايمستر أوف بريجننسي بتسكر. هلا الاستخدام الانسيدز بيزيد الريسك أوف بريماتيور كلوجر أوف داكتس أرتريوسس، وبيزيد كمان عندنا ريسك فور انتراكرانيال هيموريج. فبالتالي بالثيرد ترايمستر أوف بريجننسي وي شود أفويد ذيم، يعني بصير كونترا إنديكيشن سيجنيفيكانت بهاي الحالة. ممكن نستخدم باراستامول خلال البريجننسي واللاكتيشن. هلا بالنسبة طيب للكف، أدوية الكف، في عنا يعني ممكن يكون في بعضهم ممكن يكون يعني كومباتبل مع البريست فيدينج، زي ديكستروميثورفين، غويفينسين، بنزو كين، دايكلونين، الكامفور، المنثول، هنقول في عندهم لو ريسك فور بيرث ديفكتس، وبرضو كمان يعني ممكن نستخدمهم اثناء البريست فيدينج. احنا بنستخدمه عاده الكف سبريسنت 4 مرات، اذا كان الكف سيفير انف ممكن يعمل عندنا بريماتشور ديليفري، يعني ممكن نخليها تولد بفتره ابكر نتيجه الضغط اللي بضل يصير من respiratory muscles على الابدومين، وممكن يضغط على البيبي. فممكن نستخدم ديكستروميثورفان اذا كان في عندها سيفير كف، والدكتور مثلا او يعني كان في خوف على انه يصير في عندنا بريماتشور ديليفري. بس اجمالا دي ار سيف، سواء بالحمل او البريست فيدنج اذا كان في لهم داعي. برجع باكد اذا كان في لهم داعي. هو للاسف انا حكيت لكم انه الديكستروميثورفان ما في ديكستروميثورفان حر لحاله هيك بينباع بالصيدليه، ما في، دائما بيجي مع انتي هيستامين، مع باراستامول، مع ديكونجستنت، او كومبينيشن منهم كلهم هذولا، بس دائما بيجي مع اشياء تانية. وانا حكيت دائما حاولوا استخدموا يعني انجريدينتس تكفي لعلاج الاعراض اللي بيعاني منها المرض، ما فيش داعي نكثر انجريدينتس، بالعكس كل ما كان عدد الانجريدينتس اقل كل ما كان افضل، مش انه نكثر عدد الانجريدينتس.
هلأ متذكرين إيش في عندنا كف سبريسنت أنا حكيت موجود لحاله بالماركت؟ حكيت لكم امبارح اكتبوه، او انتم يمكن لا انتم ما انتم امبارح ما حضرتوا المحاضره. لا خلاص بحكي لكم اياه هلا. اي ثينك سينيكود، سينيكود هذا الاسم التجاري تبعه، اسمه بيوتاميريت سيتريت. بيوتاميريت سيتريت هذا كف يعني سبريسنت، الحمد لله هيك موجود لحاله ما فيش معه اذر انجريدينتس. فلو كانت مشكلتي المريض الاساسيه بس كف وبدي اعملها سبريشن لانها مزعجته بشكل كبير، ممكن استخدم حكينا دواء اسمه التجاري سينيكود، اسمه العلمي بيوتاميريت سيتريت. اوكي طيب هيك خلصنا البريجننت والبريجننسي والبريست فيدينج، يعني الكومن كولد ديورينج بريجننسي اند بريست فيدينج. نحكي شوي عن الانفانتس والتشيلدرن. هلا احنا حكينا النيونات شود بي اكسكلودد، يعني اللي اقل من 3 شهور ما بنعالجهم بالصيدليه، حتى 9 شهور كان مكتوب بالاكسكلوجن كرايتيريا. هلا خلينا نتفرج على بالنسبه للكومن كولد بالاطفال. رابعه عاده بيستمر فتره اطول، احنا حكينا الادلتس افريج 7 ايام 10 ايام، ممكن يعني بظروف يعني ب 25% بس من الناس ممكن يستمر اب تو 14 دايز، بس اجمالا يعني 7 ايام. هلا بالنسبه للاطفال بنلاحظ انه عاده هم البيك تبعت الاعراض بتكون باليوم الثاني والثالث، والاعراض عاده بتبلش تتحسن خلال 10 ل 14 يوم، يعني it tends to persist for longer period of time بالنسبه للchildren والinfants. للأسف الكف ممكن يستمر حتى يعني بعد 3 أو 4 أسابيع من المرض. بشكل عام رابعة يعني respiratory infections الكف فيها بطول، مش إجمالا يعني بطول الكف، خاصة الفيرال، يعني ممكن يقعد يعني ممكن شهر كامل والمريض يعاني من الكف، مع إنه الانفكشن راحت يعني خلص ما في داعي إني أكمل على أي علاج، بس هو الكف عادة بطول لبين ما يروح. الأطفال الأكبر عادة يعني within 5 to 7 days ممكن تكون تحسنت عندهم الأعراض، بس الصغار لا ممكن بدها 10 to 14 days. فهذا مهم جدا نحكي للأهل عشان ما يظلهم خايفين ويطلبوا أدوية، إنه لا يعرف إنه والله الكومن كولد عادة عند الأطفال بيقعد من 10 أيام ل 14 يوم. إذا كان الطفل كبير مثلا 6 7 سنوات ممكن فترة أقل، والأدوليسنس لما نحكي عن 12 13 سنة عادة it lasts يعني for a lower period of time. نعم دكتورة، بس سؤال، حكيتي الأطفال أقل من 3 سنوات ولا 3 أشهر ما بنعالجهم بالصيدلية؟ 9 كان بالإكسيكولوجين كرايتيريا 9 سنوات. أوكي تمام. 9 شهور؟ لا شهور. شهور. طيب الفيرست لاين أوف تريتمنت للأطفال هو سبورتيف ثيرابي، يعني مش أدوية. فلو أسألكم أول إشي بدنا نفكر فيه لطفل بالنسبة للكومن كولد تريتمنت سبورتيف ثيرابي. طب الأهل ممكن يزعلوا بدهم دواء، حكوا لهم أنا بحكي لكم شو مشكلة الميديكيشنز عشان يعني أعطيكم إيفيدنس مقنع وعلمي نحكي للأهل. فالفيرست لاين أوف تريتمنت هو سبورتيف انترفينشنز. طب شو سبورتيف انترفينشنز اللي ممكن يعملوها الأهل بالبيت؟ أديكويت هايدريشن، مهم جدا شرب السوائل لحتى يصير في عندنا ثينينج أوف ذا سيكريشنز، وكمان يصير في عندي سوذينج للريسبيراتوري ميوكوزا، لأنه كل الأعراض جاي من السكريشنز لأنها ثيك، والريسبيراتوري ميوكوزا فيها تهيج، فأنا بدي أحاول أعملها سوذينج تلطيف ترطيب. هذا كله ياته من خلال أنه يظل يشرب سوائل. هذا أول خط دفاع لعلاج الكومن كولد. سكند يعني تريتمنت لاين ممكن يكون في عندي انجيشن أوف وارم فلويدز، أشياء ساخنة زي مثلا أبل جوس تي تشيكن سوب، هاي كلها ممكن تكون مفيدة. نحط فيبورايزر، نتعرض لبخار مي أو ستيم، يعني يكون في عندي مصدر للبخار أو الفيبر موجود في الغرفة اللي جالس فيها هذا الطفل. هذا كلياته بيساعد زي ما حكيت لكم respiratory secretions بتصير يعني لس يعني بتصير كثافتها أقل، بتصير مور لوس، وبالتالي كمان بيصير في عندي أسهل إنه يتخلص منها الطفل. أوكي هلا الإشي الثالث كمان ممكن نستخدمه، حكيت لكم النورمال سلاين نيزل دروبس أو نيزل سبراي، قطرات الأنفية اللي تحتوي على محلول ملحي أو مية البحر. بس حتى لما أشوف مية البحر يبيعوها يعني بأسعار مبالغ فيها، 7 دنانير وبالنهاية كلها مية بحر، يعني مش عارف هل هي عن جد more effective. أنا I doubt أنها more effective than normal saline. أبيسال قطرة يمكن سعرها دينار وإشي، فليش أنا أكلف الأهل مبلغ طائل من المال في مقابل أنه ممكن إشي أبسط من هيك يحل المشكلة؟ فدائما حاولوا تروحوا على الحل الأسهل واللي ممكن يكون more cost effective بالنسبة له المريض.
لانه احنا حكينا انه يعني ليش الناس اصلا بتلجأ للسلف تريتمنت لهاي الميديكال كونديشنز عشان تخفف على حالها تكاليف. فممكن نستخدم النورمال سلايد، هذا كمان بيساعد انه يخفف من النيزل سكريشنز ونيزل كونجستشن، بالاضافه لانه في بالصيدليات بنباع بلب سرنج، يمكن شفتوه هيك بيكون إشي زي المطاط كره ولها راس يعني هيك طويل وباخره مفتوح، بيضغطوا عليه بصير يسحب السكريشنز، بسميها بلب سرنج. بلب سرنج هاي كثير مفيده يعني الام خاصه للطفل، الا احنا الكبار تحكي له اعمل سنيفنج يعني نف الاشياء اللي بالانف بيطلعها. يعني لو انا عملت نيزل دروبس من النورمال سلاين حيصير في عندي سكريشنز، كيف بدي اطلعهم؟ بستخدم الفاين وبطلعهم مثلا او بالمي. هلا الطفل الصغير صعب، صار تحكي له والله يلا نف ما في، فكيف بدها الام تخلصه؟ خاصه بالاطفال اللي حكينا بالاشهر او ببدايه بالسنه الاولى والثانيه، ممكن نستخدم النيزل البلب سرنج، تحط له النيزل دروبس وبعدين تستخدم البلب سرنج بتطلع كل السكريشنز، هذا بيساعد انه يريحه بيخفف من الاحتقان اللي موجود بالانف. اوكي طيب، هلا كل الاو تي سي ميديكيشنز اللي موجودين بالماركت ما عليهم ايفيدنس فور افيكاسي، وهم مش احسن من البلاسيبو بالتشيلدرن. بحب احكي لكم شغله رابعه، هلا بعرف اذا بتعرفوا هاي المعلومه ولا لا، بالنسبه للدوزز، طب في دوزز استابليشد فور تشيلدرن وفور بيدياتريكس، من وين جابوها؟ احنا ما عندنا دراسات على كلن بالنسبه للاو تي سي ميديكيشنز اوف كومن كولد على الاطفال. طب كيف طلعت هاي الدوزز؟ في شيء بسموه اكسترابوليشن، اكسترابوليشن باي ماثيماتيكال ايكويشنز، بشوفوا ايش الدوز اللي كانت يعني ريكومندد للادلتس بمعادلات رياضيه، بيطلعوا دوزز للاطفال. بس هل هاي الدوزز جاي من كلينيكال ترايلز على الاطفال؟ لا. عشان هيك احنا الايفيدنس فور افيكاسي اوف او تي سي ميديكيشنز از لاكينج، ما عندنا ايفيدنس على فعاليتهم حتى الامان تبعهم، بالعكس they may have serious side effects بالنسبه للاطفال. ولذلك راح تشوفوا هلا ان كان ال FDA ولا WHO ولا American Academy of Pediatrics AAB كلهم they recommend against the use of OTC medications الا بظروف استثنائيه. طب شو الحل؟ حكيت لكم الفيرست لاين هم السبورتيف تريتمنت اللي ذكرناهم، adequate hydration, normal saline، شو كمان النقطه الثالثه اللي حكينا، ingestion of warm liquids. بس هاي هي، والترطيب الجو، ترطيب الغرفة اللي جالس فيها هذا الطفل أو النيزل بس الجز عشان يقلل من الاريتيشن اللي صاير بالنيزل ميوكوزا. طبعا في overdose أو في overdose من الـ OTC medications، في عنا enhanced toxicity نتيجة اختلاف الميتابوليزم والكليرنس بهاي لهاي medications عند الأطفال. ولذلك يعني حتى زي ما حكيت لكم safe dosing recommendations have not been established for children. طب من وين جابوا هاي الدوزز؟ حكيت لكم by extrapolation، مش من clinical trials درست الeffective والsafe dose بالنسبة للأطفال. ولذلك هلا FDA recommend against the use of OTC cough and cold medications in children younger than 6 years. إجمالا الأطفال اللي عمرهم أقل من 6 سنوات recommendation إنه ما نستخدمهم، recommendation إنه ما نستخدمهم. طيب الـ AAB الـ American Academy of Pediatrics شو بيحكوا؟ بيحكوا لنا they recommend against the use of OTC cough and cold medications in children younger than 2 years and highlight the lack of proven efficacy and potential for toxicity for children younger than 6 years. يعني تحت السنتين ما تستخدموا، ومن سنتين لست سنين ما عندناش evidence لا على الـ efficacy ولا على الـ safety. يعني كانوا بيحكوا لكم لا تستخدموا، بس هم ما حكوا بهاي الـ direct way، وما حكوا لا انا ما في proven evidence for efficacy او safety، which means انه الافضل ما نستخدمهم. هلا اذا الاهل قرروا يعني خلص اصروا الاهل انهم بدهم يستخدموا، ممكن نستخدمهم للاطفال اللي عمرهم اكبر من 6 سنوات، وبهاي الحاله we should use single ingredient لاكثر عرض مزعج هذا الطفل. اوكي بالاضافه انه طبعا لازم نعطي proper dosing مشان ما يصير في عندنا toxicity عند هذول الاطفال. إذا حسب الـ OTC حسب الـ FDA تحت 6 سنين مش لازم نستخدم أي OTC medication للـ common cold أو cough suppressant. حسب الـ AAB الـ American Academy of Pediatrics ما نستخدمهم تحت 6 سنتين، وما عندنا proven efficacy وفي عندنا بالعكس potential for toxicity للأطفال اللي تحت 6 سنين. إذا الأهل قرروا يستخدموا OTC بستخدمهم للطفل اللي عمره أكثر من 6 سنوات، يعني كانوا الـ AAB بتحكينا تحت 6 سنين ما تستخدمه. إذا كان عمره من 6 ل 12 ممكن، هلا الأكثر من 12 بيعملوهم معاملة الأدلتس، يعني بيشبهوا الأدلتس كثير بالريكومنديشن.
فchildren older than 6 years ممكن نستخدم لهم single ingredient للعرض الأكثر إزعاجاً، ولازم نعطي بيبر دوزنج عشان ما يصير عندي توكسيسيتي عند هذا الطفل. واضح؟ للأسف مليان عندنا هاتسو ودايفن هاي وهذا الفينستيل، كثير كثير في عندنا كف سبليسنس للأطفال، كومن كولد ميديكيشنز للأطفال، وكلياتها الحمد لله كومبينيشنز. فهنا مسؤولية علينا إحنا نوعي الأهل إنه إذا كان العمر less than 6 years لا تستخدموا any cough and cold medication. طيب في حرارة، وأنا حكيت لكم الحرارة عادة بتكون more common in pediatrics compared to adults. في حرارة شو نستخدم؟ إمكاننا نستخدم أستامينوفين للأطفال اللي عمرهم أكثر من 3 شهور، وإمكان يستخدم إيبوبروفين اللي عمرهم أكثر من 6 شهور. I think إنها كانت عندكم هون 3 months صحيحوها، يعني أنا تأكدت منها طلعت 6 شهور مش 3 شهور. صححوها عندكم بالسلايدز. ايبوبروفين سيف بعد عمر 6 شهور، الباراسيتامول سيف بعد عمر 3 شهور. كان وي كومباين بوث ايجنتس؟ يس وي كان. اذا ما بدنا نوصل للماكسيمم دوز من الطرفين بامكاني اعمل التريشن ما بين باراسيتامول وايبوبروفين، وان شاء الله راح نناقش هذا الحكي مع الانالجيسكس، بس وي كان يعني ممكن كمان نطبق هذا الحكي هون بالكومون كولد. اوكي، يعني ممكن اخذ باراسيتامول ان كومبينيشن تو ايبوبروفين، ممكن اعطي يعني مثلا مره باراسيتامول مره ايبوبروفين، حيث اني ما اتجاوز الماكسيمم دوز لكل واحد فيهم. طيب هلا يفضل طبعا لازم ندير بالنا انه اذا كنا بنستخدم باراسيتامول لحاله، يعني في عندي انا بدي اعطيه انتي بايوتيك وبدي استخدم له كمان كف اند كولد ميديكيشن في باراسيتامول فيهم على الاغلب، انتبهوا اني ما اتجاوز الماكسيمم دوز من الباراسيتامول من كل السورسز، سواء بعطيه لحاله وبعطيه مع كومبينيشن لازم تكون الماكس، يعني لازم انتبه على الماكسيمم دوز اللي مسموح فيها للاطفال اللي بدي أعطيهم الباراسيتامول. طيب في احتقان، في سيلان بالأنف. هلا مشكلة الاحتقان طبعا ممكن تأثر على الأكل على الشرب، وخاصة لما يكونوا الأطفال صغار. طيب شو الحل بهاي الحالة؟ هلا بشكل عام إن الأصل لكل طفل تحت 12 سنة لحظة دي كونجستنس بشكل عام not safe إلا بعد 12 سنة، يعني كل حدا عمره تحت 12 سنة it's not safe to use دي كونجستنس. حل حكيت لكم نيزل سكشن، سلاين نيزل دروبس، نيزل او نيزل سبراي، واديك ويت هايدريشن والكول ميست هيوميديفاير. اوكي، يعني مش ديكونجستنت، ما اروح على الديكونجستنت. وبحب احكي لكم الديكونجستنت عندنا هون بالاردن معظمها اللي كنت اشوفه كان يكون سبراي مش دروبس. السبراي اصلا كتول او كديفايس لا تصلح للاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنوات، لأنه فيها خطوة السينكرونيزيشن، إنه أنا بسكر جهة من الأنف وبدخل التيب أوف ذا نيزل سبراي بالجهة الثانية بشكل مايل، بعدين وأنا بضغط بخلي الشخص يتنفس. كيف بالأم بدها تخلي ابنها يتنفس وهي بتضغط له على التيب أوف ذا نيزل سبراي وهو عمره أقل من 6 سنين؟ يستحيل. إذا التكنيك صار فيها فيلير، إذا بطلنا نستفيد من الميديكيشن. أوفر أول بشكل عام الديكونجستنس آر نوت سيف بالأطفال اللي عمرهم أقل من 12 سنة. decongestants are not safe. الحل حكينا اللي ذكرناهم في البداية. هلا في الإبراتروبيوم، بس هو حكيت لكم للأسف مش موجود عندنا. الإبراتروبيوم سيف، يعني ممكن يستخدموه للنيزل سكريشنز بالأطفال اللي هم عمرهم أكبر من 5 سنين. أوكي، طبعا بعد ما نكون جربنا السبورتيف تريتمنت، بعد ما نكون جربنا السبورتيف تريتمنت. طيب decongestants نرجع نشوف الرأي العلمي عليها. decongestants should not be used in children younger than 6 years of age. ويعني الاقتراح انهم ما يستخدموا بالاطفال بين 6 ل 12 سنة. يعني هلا التحريم زي كنا نحكي تحريم وكراهية. اوكي؟ تحريم بالاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنوات يعني لا يفضل بالاطفال اللي عمرهم ما بين 6 ل 12 سنة. وكأنه زي ما حكيت لكم يعني less than 12 years احسن نبعد عن decongestants. تماما بالنسبة للعمر ما قلنا 6 سنوات بين 6 و12 يعني يفضل انه نبعد عنه. suggested يعني بتعطي يعني زي كأنه بيصير بس تحت ظروف معينة وان كان ما بفضله. اوكي، طب شو بالنسبة للانتيهستامين او الكومبينيشن اوف انتيهستامين اند ديكونجستنتس؟ هلا الانتيهستامين مشكلتنا انه فيها ادفرس تريج رياكشنز. حكيت لكم بالاطفال ممكن يعملوا بارادوكسيكال اكسايتابيليتي
ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن وهالوسينيشن، وبالتالي يعني اتس نوت ريكومندد تو يوز انتي هيستامين او كومبينيشن انتي هيستامين مع ديكونجستنس للاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنوات. It is suggested that they not be used in children between 6 and 12 years. نفس مبدأ الديكونجستنس، تحت 6 سنين لا، بين 6 و12 يعني الأفضل كمان إنه نبعد عنهم. طيب شو رأيكم بالنسبة للكف؟ كف حكيت لكم الكف ممكن يأثر على النوم، على السكول بيرفورمانس، على قدرته على اللعب، ممكن يأثر على نوم الأفراد العيلة التانيين، يعني ممكن الأطفال بالصف ينزعجوا كل شوي هذا الطفل في عنده consistent أو persistent coughing. فلذلك بيجوا الأهل والله بدنا إشي للسعلة اللي أثرت على هذا الطفل. أنا رأيي زي ما حكيت لكم انصحوهم، احكوا لهم إنه الكف إشي كويس، هذا وسيلة حماية ربانية، بالعكس هي بتساعده إنه يتخلص من الفيروس والسكريشنز الضارة. والسبريشن أوف كف بالعكس ممكن يعمل ريتنشن للسكريشنز وممكن يؤدي إلى هارمفول إيرواي أوبستراكشن. طب شو الحل؟ لما بدي أحكي لكم شو الحل، أو الأب يشرب زي ما حكيت لكم الفيرست لاين اللي هو شرب السوائل، الأشياء الدافية، البخار، هذا كله يعتبر بخفف من الـ thickness of the nasal secretions وبيسهل التخلص منها. كله يعتبر والله في عندهم potential toxicity، كل الكف suppressants إجمالاً فيهم مشكلة. شوف شو رأي الأمريكان أكاديمي of Pediatrics. AAP recommends that the cough associated with respiratory viral infection be treated with fluids and increased ambient humidity rather than antitussives. نفس ما حكينا. WHO guidelines, شو رأيهم؟ برضو كمان they recommend against the use of codeine preparations for cough in children, but suggest that dextromethorphan ممكن يكون يعني ضروري في ال unusual circumstances. لما حكيت لكم إذا كان الكوفينج مثلا بيأثر على النوم، بيأثر على اللعب، بيأثر على الشرب، بيأثر على يعني على feeding والسليبينج تحديدا، أو على school performance، بهاي الحالة ممكن. للأسف بس ما حكيت لكم dextromethorphan مش موجود ألون، مش موجود لحاله. أوكي. أنتي استمين للكف not recommended. Expectorants and mucolytics. هلا بشكل عام زي ما حكيت لكم لا expectorants. طبعاً هلا في فرق بين expectorant وبين mucolytic وكف suppressant أو نسميه antitussive. هلا expectorant بزبط اللي نسميه مقشع. Expectorant بزبط إذا كان في عندي wet cough يعني associated with sputum. الكف سبريسنت بزبط إذا كان في عندي دراي كف، وإحنا حكينا عادة الكومون كولد كف بيكون دراي، عادة الكومون كولد كف بيكون دراي، فما في داعي أستخدم إكسبكتورنت. الميكوليتيك بنستخدمها حتى تقلل من الثيكنس أوف ذا سيكريشنز، ميكوليتيك اللي هو بنسميه حال للبلغم. فإحنا عادة يعني بحالة الويت كف ممكن نستخدم كومبينيشن ما بين ميكوليتيك وإكسبكتورنت. ميوكوليتيك بيسهل الخروج والإكسبكتورنت بيطلعه، يعني ميوكوليتيك بيحله والإكسبكتورنت بيساعد المرضى أن يتخلص منه. هلا يعني حتى أنه الاثنين لا الإكسبكتورنت ولا الميوكوليتيك مفيدين في حالة الكومون كولد اللي بيأثر على الشيلدرن، لأنه حكيت لكم هما مينلي they are dry cough. إذن الكوايفينسين هذا يعني عبارة عن إكسبكتورنت. أوكي ممكن يكون سيف، ممكن، بس متى بنستخدمه؟ إذا كان كف يعني هو المين بذرسم سيمتم. أوكي هلا بشكل عام حكيت لكم إذا بدي أستخدم يعني كف سبريسنت في عنا البيتاميريت سيتريت، هذا موجود لحاله. هلا يمكن شفته غوايفينسين إن كومبينيشن بيجي، ديكستروميثورفان بيجي إن كومبينيشن. فإحنا حكينا بنفضل للأطفال نستخدم سينجل إنجريدينت، فصفينا إذا الكف كان عن جد يعني عامل مشكلة للأهل وللطفل ممكن نروح على البيوتاميريت سيتريت، ممكن نروح على البيوتاميريت سيتريت. طيب شو بالنسبة للمنثول والكامفر واليوكاليبتس أويل؟ ما فيش عندنا إيفيدنس لا على الإفكاسي ولا على السيفتي أوف ذيز ميديكيشنز بالأطفال، حتى بالكبار ممكن حكيتها أنا مبارح ما في إيفيدنس فور ذير إفكاسي. طيب في حدا عنده أي سؤال لهون يا رابعة؟ لا دكتورة، واضح للجميع؟ واضح أكيد. أتأكد من معلومة ممكن تفضلي. هلأ أي طفل تحت 6 سنين يعني بنحاول إنه ما نعطيه أبداً OTC medication للكول مرة نهائياً. يس هلأ رجعنا كمان مرة حكينا بنجرب الفيرست لاين تريتمنت، إذا فشلت
فيرست لاين تريتمنت والاهل لسه منزعجين منها، ممكن نروح بس حكينا باللي تحت 6 سنين ما بنعطيهم، ممكن بين 6 و 12 بس بعد ما نكون جربنا الفيرست لاين تريتمنت بحالات خاصة. بنفس الحالات اللي ذكرتها، مثلا في تأثير على الأكل على الشرب على النوم ممكن. تمام دكتورة. أوكي. في عندكم هنا هذا الجدول بلخص لكم الإفكتيف تريتمنت فور كولد سيمتومز بالتشيلدرن أنالجيسكس. العسل على كل كويس حتى للكبار، يمكن أنا ما ذكرته بس العسل كويس. هل في شغلة العسل ممنوع نستخدمه بالأطفال اللي عمرهم أقل من سنة؟ ممكن يصير في عنا بوتيوليزم صح؟ تعرفوا إنه في عنا ما بيكونش لسه جهاز المناعة عندهم مكتمل، فإحنا بنعرف إنه العسل ممكن يكون فيه كلستريديوم البكتيريا هاي، فممنوع ينعطى للأطفال لستان ون يير. العسل كويس بيعمل سوذينج إفكت، يعني معلقة من العسل ون تي سبون أو نص معلقة من العسل ممكن سواء تاخدت زي ما هي أو انحلت بمي وانشربت كويسة بتعمل سوذينج إفكت. أوكي. إبرة تروبيوم حكينا كمان ممكن نستخدمه بالأطفال اللي عمرهم أكبر من 5 سنين. نيزل سلاين إريجيشن ممكن يكون كمان مناسب. النيزل دروبس كمان حكينا عنها مناسبة. مش عارف ليش حاطين هون المنثل والكامفر، مع إنه حكينا عنهم they are not safe for pediatrics ولا حتى فيتامين سي. أوكي. Not effective dextromethorphan, diphenhydramine, كينيشيا لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز اورال، كلها نت او تي سي انتي هيستامينز او تي سي انتي هيستامين وذ ديكونجستنت او تي سي انتي توسيف او تي سي انتي توسيف وذ برونكو دايليتر. اوكي كل هاي الميديكيشنز يعني نت افكتيف فور كومن كولد اند تشيلدرن. فيتامين سي هون لا ما بدنا نعتبره افكتيف للاطفال. اوكي هيك بنكون خلصنا موضوع الكومن كولد. نلاقي انه مش صحيح. اخر شيء الفينستيل. فينستيل طبعا في كثير منه اشكال صيدلانيه، في فينستيل جل وفي دروبس وفي شراب. طبعا هو بيحتوي على واحد من الانتي هيستامينز اسمه دايميثينيدين، للاسف هذا مش اف دي اي ابروفد. احنا حكينا انه الاو تي سي ميديكيشنز ذات ار اف دي اي ابروفد للكومن كولد اصلا مش موافق عليها للاطفال من قبل الاف دي اي، بالعكس الاف دي اي ريكومند اجينست ذا يوز of OTC medications للكومن كولد بالأطفال. ما بالكم إذا هذا الدواء أصلاً مش FDA approved، مع أنه يعني كثير كثير بنكتب كثير بيشتروه الناس للكومن كولد بالأطفال. حكيت لكم في منه أشكال مختلفة، في منه دروبس، في منه سيرب، في منه تابلت، بس هو فعلياً not FDA approved أصلاً، ما إله indication للكومن كولد، ما إله indication للكومن كولد. شريكي رابع برجع بحكي لكم وجود الـ OTC medications بيحط مسؤولية كبيرة علينا في selection والـ proper dosing and recommendation of OTC medications. في حدا عنده أي سؤال لهون؟ في حدا عنده أي سؤال لهون؟ دكتورة في عندي سؤال عن الـ herbal supplement. هلأ إحنا مين نستخدمهم؟ يعني انت قلتي ان ملجأ لهم لاخر خيار عشان اذا الناس كانوا مصرين، او مرات الدكتور بكتبهم. يعني انت واضحه وجهه النظر، بس بصير يحكي لك الدكتور انا كتبته انت ما تتدخلي. انا اسالي شو كان سؤالك؟ اسالي السؤال اللي كنت بدك تساليه. يعني دكتوره احنا بنلجأ لهم as a last line، يعني as a pharmacist، عشان فكرة الستاندردايزيشن انه كيف كل شركة عشان هاي واحدة من النقاط، عشان كمان مشكلة الافيكاسي والسيفتي انها نت ابروف، يعني فيها مشاكل كبيرة، فيها مشاكل كبيرة. اذا يعني اسعفنا الوقت ان شاء الله بحاول احط لكم بحاول اورجيكم اكمل برودكت واورجيكم عن جد شو العيوب اللي موجودة فيها، وبعدين خلاص تتعلموا انتوا بتصيروا لحالكم تحاكموا هاي البرودكت. يعني بعلمكم الطريقه اللي عن جد كيف ممكن خلوها في، يعني خلوها ان شاء الله بدي احط اللي عليها لو محاضره واحده على الاقل تفهموا الكونسبت، يعني تعرفوا كيف ليش انا بحكي عنهم بهاي الطريقه، ليش انا اي ريكومند يعني اجينست ستيريوس. ان شاء الله بحط لكم عليها محاضره بورجيكم اكثر البرودكتس اللي بينباعوا هون بالاردن كيف انه فعليا في مشكله بالافيكاسي والسيفتي عليهم. طيب في حدا عنده اي سؤال؟ نعم. المشكلة إنهم كمان أسعارهم مش رخيصة الهيربال. يا ريت ما بحكي أنا، يا ريت لو إنهم رخاص يعني.
أغلى من الأدوية. عليهم ياس عليهم ضريبة 16%، ضريبة مبيعات مش ضريبة أدوية، كأنه الدواء ضريبته 4%، هم ضريبتهم أعلى، فعشان هيك هم غاليين. يا ريت يعني الواحد، أنا بعتبرها صراحة بكب فلوسه على الفاضي، يا ريت بفايدة، والله لو فايدة ما بزعل. ياس أسعارهم غالية لأنهم بتصنفوا مش دواء، بتصنفونهم يعني عليهم ضريبة مبيعات أعلى. طيب ننتقل لموضوعنا الجديد اللي هو الألرجيك راينايتس. اليوم بس ما نحكي هيك يعني مقدمة، زي كيف الكومن كولد حكينا مقدمة عنه، وإن شاء الله الأحد يمكن نكون خلصنا موضوع الألرجيك راينايتس. هلأ الألرجيك راينايتس من اسمه it is an inflammatory condition، عادة بيكون نتيجة رد فعل من النيزل بسجز على دخول الألرجيك ستيمولس. أوكي، فأعراضه كمان يمكن تذكروا حكينا في تشابه بينه وبين الكومن كولد. من ضمن الأعراض ممكن يصير عندنا نيزل كونجستشن، سنيزينج، جراني أور إتشي نوز. طبعا في أعراض تانية بتكون بالعيون، بتكون يعني بأماكن تانية بالجسم. بالتالي وذكرنا كيف إحنا بدنا نميز ما بين الألرجيك راينايتس والكومون كولد. طبعا الألرجيك راينايتس هو جزء من الأيتوبيك ديزيزز اللي هم الأمراض التأتبية. الأيتوبيك ديزيزز هم 3 أمراض. مين بيعرف شو هم الأيتوبيك ديزيزز؟ أكيد سمعتوا فيهم دي ثيرابي 2 أكيد. هلا سمعتوا بالأزمة والألرجيك راينايتس والأتوبيك ديرماتايتس للإكزيما، هذول مثلث، هذول الثلاث مربوطين ببعض، هذول الثلاث سموهم أتوبيك ديزيزز. أكثرهم شيوعا ضمن الناس الألرجيك راينايتس، وعادة عادة الشخص اللي بيكون عنده ألرجيك راينايتس بيكون عرضة إنه يكون يعني بيكون فرصة إصابته بالأزمة والإكزيما أعلى. فلذلك ممكن نشوف هذول الثلاث مع بعض، يعني عادة المرضى اللي عندهم أزمة عرضة بشكل أكبر يكون عندهم ألرجيك راينايتس وإكزيما، والإكزيما بيكون عرضة بشكل أكبر إنه يكون عندهم ألرجيك راينايتس أند أزمة. فبس أكثر واحد فيهم شائع بين الناس هو ألرجيك راينايتس. طبعًا في جينيتيك بريدسبوزيشن، يعني كثير من الناس مثلًا الأولادهم بيكون عندهم مثلاً ألرجيك راينايتس أو أزمة أو إكزيما، بيكون الأب والأم مصابين. 60% من الأشخاص بيكون عندهم جينيتيك بريدسبوزيشن، ففي استعداد وراثي قوي بالنسبة لهاي الأمراض الثلاثة اللي أنا ذكرتها. في حدا من الفيرست ديجري ريليتيفز عنده على الأغلب هذا المرض، على يعني على الأغلب. هلأ الإشي اللي بيميز الألرجيك راينايتس إنه الشخص لما بيتعرض للألرجين بيصير عنده نيزل سيمتومز. هلا شوفوا في ناس تتعرض لألرجينز للسكن بصير عندهم أتوبيك ديرماتايتس الإكزيما، وإذا تعرض لألرجين معين بصير عنده ريسبيراتوري بصير عندهم ريسبيراتوري سيمتومز بتكون في البرونكاي، فهي بنسميها الأزمة. فالألرجين حسب الشخص يعني وين بده يتحسس، على السكن ولا في البرونكاي ولا في النيزل ميوكوزا. إذا كان في النيزل ميوكوزا بصير عنده ألرجيك راينايتس، إذا كان هذا الألرجين بيحسس للسكن بصير عنده أتوبيك ديرماتايتس، وإذا كان بيأثر على البرونكاي بصير في عندهم البرونكوسبازم اللي بيدير إلى أزمة. أوكي، هلا نادر جدا ما نشوف الألرجيك راينايتس عند الأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. السبب إنه الشخص لازم يتعرض للألرجين على الأقل لمدة سنتين لحتى يصير في عنده هذا الديزيز اللي هو الألرجيك راينايتس. ولذلك من النادر أن نشوف في عندي دياغنوسيس اوف الالرجيك راينايتس بتشيلدرن ليس ذان 1 يير. البريفالنس بنلاحظ انه يعني اقل شيء بالاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنين. البيك تبعته او الهايست انسيدنس بيكون ما بين السكند والفورث ديكيدز. نادر ما نشوف حدا بعد عمر ال 30 تشخص بالالرجيك راينايتس، نادر. الاغلب بتبلش بالتعشات يعني بالفتره ال 15 16 هاي، وبتستمر لغايه ال 30 هاي اللي ما بين السكند والفورث ديكيد. اللي بصير عندنا نعم هي نفسها اللي بيحكوا لها الحساسيه الموسميه، ايوه، او الدائمه. في نوعين، ما احنا في عندنا سيزونال اللي بيكون مثلا بفصل معين بتحسسوا مثلا من حبوب اللقاح تبعت مثلا اما الزيتون او اي شيء يعني انواع معينه من الشجر، هاي بنسميها سيزونال. يس، وفي البرينيال اللي هي بتكون دائمه هاي على مدار السنه. في ناس عندهم الأعراض طول السنة، في ناس لا بموسم معين بتكون. يس، هي مرات كمان بسموها هي فيفر أو روز فيفر، هي نفس الألرجيك راينايتس، وإن كان التسمية مسليدنج لأنه لما نحكي هي فيفر معناته في حرارة، والألرجيك راينايتس بتعملش حرارة. أوكي، الألرجيك راينايتس ما بتعمل حرارة. هلا الميكانيزم للديزيز
أن الشخص لما يتعرض للألرجيك ستيمولس أو الألرجين خلينا نسميه، تيجي هاي الميوكس ميمبرينز، بصير في عنا يعني خليني أورجيكم إياه هنا بالفيجر أسهل. لما نيجي نتعرض لمثلا البولين، أوكي، هذا الأنتيجين دخل اللي عادة بتحسس له بشكل كبير هو الماست سيلز اللي موجودين بالميوكس ميمبرين. هاي الماست سيل بتروح بتطلع انفلاماتوري ميدياترز، من ضمنها الأمينوغلوبولين إي أنتي بوديز، من ضمنها الأمينوغلوبولين إي أنتي بوديز. طبعا في كثير من الميدياترز اللي راح تشوفوا بهمني نعرف شو هي الميدياترز عشان نفكر كيف بدنا نعالج. احنا عرفنا، اذا عرفنا الباثوفيسيولوجي نعرف طب كيف بدنا نستهدف الاعراض هاي من خلال الانفلاماتوري ميدياترز اللي هي سببت حدوث هاي الاعراض. طبعا اول ما يصير في عندي ماست سيل سنسيتايزيشن، بصير في عندنا ريليس ل تسميهم رابيدلي ريليس ميدياترز، هذول جاهزين مباشره على السريع اول ما تتعرض لهم الماست سيل للانتيجين بتطلع هاي الميدياترز. اول واحد هيستامين، هيستامين هو اللي بيعطي معظم الاعراض. لاحظوا بصير في عندي بروريتس، حكه سواء بالعيون او بالانف او بالثروت، فاسكولار بيرميبيليتي، يوكوزال بيرميبيليتي، سموث ماسل كونتراكشن، هاي كليات عشانك بصير عندنا الكونجستشن. هذا كليات بصير في عندي منه الاعراض. في نيوتروفيل كيموتاكتيك فاكتور، عندي سنفيل كيموتاكتيك فاكتور، هذول الطرفين الاثنين بيأدوري لإنفلكس أو إنفلاماتري سيلز. طبعا هاي الإنفلاماتري سيلز بتيجي بيزيد الموضوع يعني لسه سوء، يعني بصير أعراض أكثر. كاينينز بصير في عندنا فاسكولار بيرميبيليتي. في كمان يعني في كمان ميدياترز بتتكون جديد بعد ما نكون تعرضنا للألرجين زي اللوكوترينز، هاي بتعمل سموث ماسل كونتراكشن، فاسكولار بيرميبيليتي، ميوكس سيكريشن، كيموتاكسيس، نيتروفيل كيموتاكسيس، فبتنادي كمان على إنفلاماتري ميدياترز ثانية عشان تيجي وتزيد الوضع سوءا. هلا عشان هيك لاحظوا في انتي هيستامين بالموضوع، وفي ليكوتريين ريسبتور انتاغونست لعلاج الالرجيك راينايتس. ليش؟ لانه حكينا في هيستامين ريليس، في ليكوتريين ريليس، في ريليس للثرومبوكسينز وهي بتعمل لي سموث ماسل سبازم، في بليتلت اكتيفيتنج فاكتور هذا بيعمل لي ميوكس سيكريشن، ايرواي بيرميبيليتي، كيموتاكسيس، فاسكولار بيرميبيليتي. يعني في العديد من الميدياترز ذات ميديت الالرجيك ريسبونس لهذا الالرجين اللي دخل على mucous membranes of the nasal passages. اوكي، كتصنيف حكيت لكم بتصنفوا seasonal وperennial. seasonal نعتبرها يعني intermittent، perennial بسموها persistent. فالWHO بتفضل هاي التسمية intermittent persistent بدل ما تحكي seasonal and perennial. seasonal عادة يعني خلص بكون الشخص عارف انه بفصل معين رح تصير عنده هاي الاعراض، وعادة بتكون هاي الاعراض سيفير بهذا الفصل، يعني فصل الربيع أو فصل الخريف حسب هو من شو بتحسس. هلا في عنا البرينيال سيمتمز بتكون موجودة طول السنة بدون ما يكون في عندي مثلا يعني تمييز أو زيادة للأعراض بفصل معين. أوكي، هلا مهم جدا إنه نصنف إنه هل هي انترميتنت ولا بيرزيستنت، هل الأعراض مايلد ولا مودريت تو سيفير. ليش؟ لأنه العلاج يعتمد على هذا الكومبينيشن of these medical terms intermittent and mild, intermittent and moderate to severe, persistent and mild, persistent and moderate to severe. طيب كيف بدي أقيم intermittent؟ إذا كانت الأعراض last for less than 4 days per week أو إذا كانت تستمر لأقل من 4 أسابيع، أقل من 4 أيام بالأسبوع، أو إذا كانت تستمر لفترة أقل من 4 أسابيع، هذا بنعتبره intermittent. هلا إذا كانت الأعراض بتقعد أكثر من 4 أيام بالأسبوع، و شرط و ديروا بالكم و أكثر من 4 أسابيع، معناته هاي الأعراض تعتبر بيرزيستنت. أوكي، لازم تحققوا الشرطين. طيب متى بعتبرها مايلد؟ إذا السليب نورمال وما في impairment of daily activities أو sport أو leisure، no impairment of work and school، symptoms present but not troublesome، موجودة الأعراض بس مش كتير مزعجته، يعني حياته عادية، هذا بعتبره مايلد. هلا متى بعتبرها moderate to severe؟ اذا كان في عندي واحدة على الاقل، طبعا المايلد لازم كلهم يتحققوا، المايلد كلهم لازم يتحققوا، ما في تاثير على السليب ولا على daily activities ولا على السبورت ولا على الليجر ولا على الورك اند سكول، وما في troublesome symptoms. عشان اعتبره moderate to severe، اذا واحدة فيهم فقط موجوده بعتبره moderate to severe. sleep disturbance, impairment of daily activities or sport or leisure, impairment of school or work او troublesome symptoms. واضح كيف بدنا نقيم أو بدنا نصنف إنه هل هو intermittent ولا persistent، هل هو mild ولا moderate to severe؟ في حدا عنده أي سؤال لهون؟ في حدا؟ تمام؟ طيب
هلا حكيت لكم معظم المرضى بتشخصوا قبل عمر الثلاثين، في احتمالية للإصابة بالأزمة. أنا حكيت هدول ثلاث، هدول تريد بسموهم مثلث، يعني إذا واحدة فيهم انوجدت بتزيد احتمالية وجود التنين الثانيين لأنهم مربوطين ببعض. الباث فيسيولوجي للديزيز بيكون يعني للثري ديزيزز تقريبا في 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 اشتراكات، في كوموناليتيز بيناتهم. فبالتالي بنلاحظ انه المرضى الازمه عرضه انهم يكون عندهم الرجيك راينايتس واكزيما، نفس الشيء مرضى الرجيك راينايتس عرضه انهم يكون عندهم ازمه. طيب هلا كلمه راينايتس معناها انفلاميشن اوف ذا نيزل ميوكوزال ميمبرينز. اذا نعرف السبب خلص بنسميه باسمه. هلا في ديفرنت تايبس اوف راينايتس، في الرجيك راينايتس، في infectious rhinitis، في vasomotor rhinitis، في rhinitis medicamentosa. مذكرين rhinitis medicamentosa أو يمكن أنتم ما حكيناها بشعبتكم بالتسجيل. rhinitis medicamentosa مذكرين هذه شو حكينا عنها؟ rebound congestion. ليش بتصير؟ بتصير بسبب استخدام decongestant أكثر من 5 أيام. yes. هلا with repetitive use أو اللي بنحكي repeated use of decongestants for more than 5 days بيصير في عندنا شيء بنسميه tachyphylaxis، يعني we lose the response to these medications، نفقد الريسبونس لهاي الأدوية بنسميه tachyphylaxis. هذا بيؤدي لشيء بنسميه rhinitis medicamentosa، بصير في عندنا التهاب بالأنسجة المبطنة للأنف، وعادة بيؤدي إلى congestion، بتصير أعراض الكونجستشن أسوأ. هو كان يعالج الكونجستشن بديكونجستنت لكن طول هو بيستخدمه فصار في عنده rebound congestion اسمه العلمي rhinitis medicamentosa. طلبت منكم بالسلايدات انكم تعرفوا شو علاجه، شو العلاج تبع rhinitis medicamentosa، وحكيت انه الاسئله اللي بتكون مثلا بحكي انه هاي هوم وورك او مطلوبه بالسلايدات، فهاي بتكون جزء من اسئله الميد تيرم اكزام او الفاينل حسب وين موقعها بالماده. اوكي. هلا عاده هاي اعراضها زي ما حكينا بتؤدي لكونجستشن. هلا الالرجيك راينايتس، لا في الرجن، في شيء بتحسس منه هذا المرض، هلا رح نحكي عنهم بالتفصيل. في الانفكشس بيكون سببه اما فايرال او بكتيريال. الفازوموتور راينايتس مش معروف شو سببه. طيب شو اعراض الالرجيك؟ ذكرناهم انه بصير في عندنا سيلان انف كونجستشن، سنيزنج، بروريتس، كف، بوست نيزل تريب، ممكن يصير عندي كمان اوكيلر اتشينج. الفيرال او البكتيريال راينايتس عاده بيكون في عندي اكثر شيوعا يعني بيؤدي لفيفر، عفوا، وهي اكثر شيوعا بالاطفال. بيكون في عندنا الديسشارج اللي بينزل من النوز ما يعني ذو لون وبيكون ثيك، ميوكوبيرولنت بيسموه. في عندنا سكراتشي ثروت، في كونجستشن، في كف. هلا الفازوموتور سيمبتومز اللي بيصير فيها انه بيصير في عندنا يعني راينوريا وكونجستشن. الرايناتس حكينا فيها كونجستشن. طيب الالرجيك راينايتس از ا باترن ممكن يكون موسمي او ممكن يكون دائم. انفكشس باي فصل من السنه ممكن يصير. الفازوموتور سيمبتومز ممكن يصير باي فتره. الرايناتس ميديكامنتوزا بس مربوطه باستخدام الديكونجستنس. هلا طيب شو في عندي عوامل اخرى ممكن تكون مرتبطه بهاي الانواع المختلفه من الراينايتس؟ الالرجيك راينايتس عاده بتكون مرتبطه حكينا بازمه او لما سميناها الاتوبيك ديزيز ازمه او اكزيما، وفيها يعني سترونج فاميلي هيستوري. انفكشس راينايتس ما في شيء يعني مرتبطه فيه. الفازوموتور راينايتس عادة بيأثر على الومن أكثر، بيكون مرتبط بالسترونج أودرز. في كتير ناس يعني أنا منهم مثلا إذا بشم ريحة قوية دغري بصير في عندي سنيزنج ونيزل سكريشنز، هاي بسموها فازوموتور راينايتس بس ما بعرف شو السبب. يعني هل معروف السبب تبعها؟ لا. الكهول، الستريس، التشينج إن هيوميديتي يعني تمبرتشر ممكن تكون من الأسباب إنه بصير في عندنا هاي الفازوموتور راينايتس. الراينايتس ميديكامنتوزا خلص عرفنا شو سببها، وخاصة إذا كان في عندي concurrent use لأنتي هايبرتنسيف ثيرابي بتكون فرصة حدوثها أكبر. أوكي؟ طيب شو العوامل اللي بتأدي إلى إنه يعني إيش الأشياء اللي بتحسس الناس اللي عندهم حساسية دائمة؟ معناتها إشي بتكون موجود على طول السنة مش زي البولينز أو البولين جرينز. أكثر سبب هو الدست مايتس، وهي نفسها أصلاً اللي بتأدي إلى الأزمة عند المرضى، يعني هي أصلاً واحد من الألرجنز اللي بتكون مسببة للأزمة. فهي الدست مايتس اللي هو العث بيسموه، هاي أكثر سبب للألرجيك راينايتس اللي بنصنفها على إنها بيرزيستنت أو بيرينيال. هاي عادة بتكون موجودة طبعاً بالإضافة للدست مايتس في عنا كمان المولدز، العفن خاصة بالغرف اللي بيكون فيها رطوبة زيادة أو اللي فيها تسريب للمي، كوكروتشز، الهاوس بيتس، نفسهم نفس الألرجنز اللي بيأدوا للأزمة يا رابعة نفسهم. هلا ممكن مرات في ناس تحسس للكوتنسيد والفلاكسيد اللي موجودين ببعض المستحضرات ومذكورين شو هدول المستحضرات، لكن وين موجود هذا الدست مايت
والأشياء هاي اللي أنا ذكرتها. الاستمايتس للأسف يعني موجودة بالسجاد والموكيت، موجودة بالفراش، بالمخدات، بالإحرامات، فرشات التخوت، كلها موجود فيها دست مايت ولا يمكن رؤيتها، يعني هي فري سمول بحيث انه ما بنشوفها. ولذلك يمكن تذكروا بالازمة كان من ضمن النون فارماكولوجيكال تريتمنت انه غرفة النوم ما يكون فيها لا سجاد ولا موكيت. المخدة لازم تنلف بان كيسينجز تكون هيك بلاستيك، والفرشة التخت لازم كمان تنلف بان كيسينج خاص يمنع مرور الدست مايت للخارج عشان ما يصير في عندنا تحسس منها. وكان تتذكروا أخذتوا إنه كمان لازم يظلهم يغسلوا الشراشف ووجوه المخدات والإحرامات كل أسبوعين تقريباً بدرجة حرارة ما تقل عن 60. كان في كثير تفاصيل يمكن نتذكرينها بالأزمة. نفسها بتنطبق على البرينيال ألرجيك راينايتس. هلا مشكلتنا مش بالدست مايت نفسه، وإنما بالفيسز تبع الدست مايت يكون في عليه جلايكوبروتين هو اللي بيخلي الأشخاص يتحسسوا من هاي الدست مايتس. اوكي فيسز تبعهم. العفن كمان برضو هذا حكيت لكم بيكون يعني فيري كومن اذا كان في عندي رطوبه زياده بمكان او في تسريب للمي. الكات القطط هاي الاليفه اللي بيربوها الناس في البيوت، اي شيء له وبر، اي شيء له وبر او فرو هذا ممكن يحسس الاشخاص اللي عندهم ازمه او الارجيك راينتس. وللاسف يعني هم مش لازم يدخلوا على البيت تحديدا غرفه النوم. ولاحظوا انه حتى هذا الاشي اللي يعني الافرازات تبعتهم هاي بتضل موجوده بالهواء لفتره طويله، يعني for 6 hours، حتى انه ممكن نضل up to 6 months بالبيت حتى بعد ما نكون طلعنا الكات من البيت. اوكي هلا السيزونال لا بيكون على الاغلب يعني للويند بورن بلانت بولنز، الاشياء اللي بتطير مع الهواء هاي زي مثلا التري بولنز، الجراس بولنز، سموها الهي فيفر او حكيت لكم الروز فيفر، والتسميه مسليدنج رغم انه ما في عندنا فيفر بس يعني هاي هيك التسميه. اوكي فهي بتكون بفصل معين بالسنه. اوكي هلا از كومبليكيشنز من الالرجيك راينايتس ممكن يصير في عندنا التهاب جيوب ساينوسايتس، ممكن يصير في عند الشخص ريكرنت اوتيتس ميديا اند هيرينج لوس، بتضطر لازم نسيطر على الموضوع بشكل جيد. هلا مهم جدا انه اي شخص بصير في عنده حراره، purulent nasal discharge، frequent headache and earache انه نحوله على الطبيب. هاي اعراض ما بصير نتعامل معها بصيدليه، بالعكس لازم نحول فيها المريض على الطبيب. نحكي بالتفصيل عن الاعراض mainly ocular nasal head and neck وفي systemic. بالعيون بنلاحظ انه بصير في عندهم itching lacrimation، بصير في عندنا الم بافينس تنفخ العين او تحت حوالين العين، بصير في عندنا كمان احمرار بالعين كونجنكتيفال اريديما. هلا بالانف بصير في عندنا كونجستشن ووتري راينوريا اتشينج سنيزنج بوست نيزل دريب اند نيزل بروريتس. بالنسبه للبوست نيزل دريب امبارح سالوني عنه شو تعريفه. بوست نيزل دريب بنسميه التنقيط الخلفي الانفي. شو هذا؟ هذا النيزل سكريشنز بتصير يا رابعه ترجع على الثروت، الميوكس سكريشنز تبعت الانف بتصير ترجع على الثروت، بتصير تعطي اعراض زي كانه في عندنا فولنس اوف ذا ثروت، يعني كانه في إشي معلق بالحلق، فالشخص ضل يعمل هيك بده يحاول يشيلها، فبضل في عنده او كانه في عنده سكراتش في حكه. اوكي بحاول دائما يحك حلقه، فهي وحده من اعراض البوست نيزل دريب. والبوست نيزل دريب على كلن واحد من اسباب الكف بالكومن كولد، واحد من اسباب الكف بالكومن كولد. اوكي فبصير في عندنا حكينا بالنيزل في عندنا كونجستشن ووتري راينوريا اتشينج سنيزنج بوست نيزل دريب ونيزل بروريتس. هيد اند نيك ممكن يفقدوا حاسه الشم والذوق، مايلد سور ثروت نتيجه البوست نيزل دريب، ممكن يصير في عندنا الم بالاذن ساينس هيديك اتشينج اوف ذا بالات اند ثروت، ضل في عندهم حكه بالحنك والحلق. ممكن كمان يصير في عندهم systemic symptoms، ممكن يصير في عندهم malaise and fatigue. اوكي خلص المره الجايه ذكروني بدي هدول بدهم شويه تفصيل الفيزيكال assessment، نبدا من هون ان شاء الله تعالى. في حدا عنده اي سؤال لهون؟ يعافيك العافيه دكتور. الله يعافيكم.